بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع بقى نكمل تاني التطبيقات على الجزء اللي خدناه بتاع دايرة ريكتفاير ودايرة الباور سبلاي. وكنا اتكلمنا ان المطلوب مننا ان احنا اما ندرول او ويف فورم او نجيب البيك انفيرس فولمج، او لو حطينا الفلتر نجيب بعد كده الفيريبل بيك تو بيك والفي دي سي، ومنهم نقدر نجيب الريبل فاكتور. واخدنا اللي هو المستوى الاول اللي هو كديبث يعني في انفورميشن، ان احنا عندنا فيه بنقدر نوصف هذه المسائل بمجموعه من الايكويشنز زي ما احنا شايفين، سواء هاف ويف او سنتر تاب او بريدج، سواء ايديال او براكتيكال دايود، ونقدر نحسب من خلالها الفي اوت، معادله الفي اوت والبيك انفيرس فولتج. ومن المعادله بتاعه الفي اوت نقدر نرسم شكل الويف فورمز. وبعد ما خلصنا قلنا ازاي نقدر نجيب الفي ريبل كبيك تو بيك، ونجيب في الدي سي فاليو، الدي سي فاليو والريبل فاكتور. تمام، عايزين بقى دلوقتي نكمل مع بعض نفس النوعيه دي من المسائل، بس نحلها بطريقه مختلفه شويه. في الواقع لو انا يعني بتكلم على ديبث افضل شويه اوف انفورميشن، فانا المهاره الاساسيه بالنسبه لي المفروض انا اكون بعمل اناليسيس، بعرف اعمل اناليسيس للدايره اللي انا بتعامل معاها. وما بعمل اناليسيس اطلع اي حاجه بقى، يعني اطلع الويف فورم بتاع الاوت، اطلع البيك انفيرس فولتج، اطلع حتى ايفن الريبل والدي سي. كل الكلام ده انا مش محتاج ان انا اقعد احفظ الايكويشنز دي، ان كيس ان انا فاهم ازاي اعمل اناليسيس باخد المعادله وابتدي اشتغل. فخلينا نعمل الموضوع ده، وهناخد يعني الحاله الاولانيه عندنا. ناخد حاله كده بسيطه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. فهناخد مثلا لو انا عندي نفس المطالب اللي كانت مطلوبه دي، واشتغل على الهاف ويف اللي هي ابسط حاجه، يعني الهاف ويف ريكتفاير. في الهاف ويف ريكتفاير قلت ان انا عندي فيه الايديال كيس وفي عندي البراكتيكال. الايديال كانت بسيطه جدا وزي ما عملناها في الاناليسيس زمان، فانا كان عندي ادا الفي انبوت بسرعه كده عشان برضو ما ننساش. انا عايز اطلع من هنا ان القصه كلها انت بتعمل اناليسيس وخلاص، ايا كان هو طالب ايه انت بتعمل اناليسيس وتديله اللي هو عايزه. وادا الديود وادا الفي اوت، وده كان هو الفي دايود. ده الفي دايود. فكنا بنعمل اناليسيس ببساطه ان احنا بنقول في البوزيتيف هاف اهو همشي بنفس السيستم في ايا كان بقى اللي عندي ايه، ايديال براكتيكال هاف ويف فول ويف بريدج سنتر تاب اي حاجه، خلاص همشي بنفس البروسيجر دي. هنقول في البوزيتيف، في البوزيتيف هاف فالديود عندي هيبقى اون شورت سيركت، يبقى الايكويفالنت سيركت هتبقى عباره عن الدايره بتاعتنا، هنشيل الدايود ونحط مكانه شورت سيركت اهو، وده شكل الفي اوت وده الفي انبوت. يبقى في الحاله دي الفي اوت هيساوي الفي انبوت خلاص. في النيجاتيف هاف في الحاله دي الديود هيبقى ريفيرس، يعني هتبقى الدايره بتاعتي كده ايكويفالنت يعني اهي، وده الفي دايود بتاعنا اهو. وده الفي اوت. هنا في الحاله دي التيار بصفر، وكنا بنقول في الحاله دي اذا لو كملنا الاناليسيز يبقى في الحاله دي هنقول ان الفي اوت هيساوي صفر. وكنا في المحاضره بتاعه الاناليسيز وقفنا هنا لان كنا لسه ما اتكلمناش عن البيك انفيرس فولتج. بس خلي بالك بقى هنا ايه، في الحاله دي لو انت عملت كيرشوف عشان تشوف شكل الفي دايود، الفي دايود بيساوي ايه، اللي هو الجهد اللي موجود على طرفي الدايود في الحاله دي هيساوي ايه. لو انت عملت كيرشوف طبعا الفي اوت هنا بصفر، خلاص الطير هنا بصفر، يبقى في الحاله دي
الـ V diode هيساوي الـ V input على طول كده. الـ V diode هيساوي الـ V input. عايز بقى انا اشوف الـ V diode بيساوي الـ V input دي هتديني ايه. خلينا نرسم بناء على الكلام ده. نرسم هذا الـ V input اهو، وهذا الـ V output. قلنا ان الـ V output في النص الموجب، هيبقى الـ V output بيساوي V input. خلاص الـ V output هيساوي الـ V input لو هي دي الـ V peak input، هي دي هتبقى الـ V peak output، هي نفسها الـ V peak input. وبعدين في النيجاتيف هاف قلنا ان الـ V output بصفر. خلاص بس انا كمان بدرس، عايز ادرس الضيوط في حاله النيجاتيف هاف اللي هي في الحته دي، في الحته دي كده اخبار الضيوط ايه. فانا عايز اشوف الفي دايود، الفي دايود، الفي دايود في الحته لو هنا كان بصفر ماشي ما فيش مشكله، مش هتفرق معايا انا اصلا الفورورد انا مش انترستد فيه. لكن الفي دايود في نص السالب بيساوي في انبوت، يعني هيساوي كده، ده الـ V diode. معنى كده ان في جهد عامل ريفيرس بايس للضيوط بتاعي، والقيمة العظمى هي الـ V peak input، لان الـ V diode في الحالة دي بيساوي الـ V input اهو. يبقى كان الجهد الريفيرس اللي على الدايود في الحالة دي هو شكله عامل كده اهو، اللي هو الشكل ده. ويبقى اقصى قيمه على هذا الدايود في الحاله دي هو في بيك انبوت، عشان كده قلنا ان في الحاله دي البيك انفيرس فولتج اللي هو اقصى قيمه للجهد الريفيرس على الدايود هيساوي في الحاله دي ايه؟ في بيك انبوت. تمام، حط لي بقى القانون ده كده مع القانون ان الـ V out بيساوي الـ V input اهو، وروح هناك هتلاقي للقوانين اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اهي. في حالة الهاف ويف اهي كان الـ V peak out بيساوي V peak input، ده في الايديال، والـ peak inverse voltage هو V peak out، تمام، اللي هو نفسه الـ V peak input يعني. تمام تمام، الـ V peak input هو نفسه الـ V peak out، لان الـ V out بيساوي الـ V input. تمام كده؟ تمام. يبقى على طول اقدر من هنا احسب البيك انفيرس فولتج بدون حفظ قوانين وبدون حاجه. طيب ماشي. افرض ان هو كان ايديال دايت، سوري براكتيكال دايت. هنعمل ايه؟ نفس الكلام بالظبط. لو هو براكتيكال دايت برضه هاف ويف براكتيكال دايت، الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ خلي بالك. الموضوع بسيط جدا. براكتيكال دايود معناها ان حضرتك هتشيل البراكتيكال دايود ده وتريبليسه بدايود، ده الموديل بيقول كده، يعني بتريبليسه بايديال دايود ومعاه بطاريه عامله له ريفرس بايس مقدارها 7/10. تمام، وهذا الفي انبوت. بس خلاص كده احنا خلصنا، خلصنا الكترونكس. اللي فاضل هيبقى اناليسيس برضو عادي. هذا الفي اوت وده الـ V input. في الحالة دي ده ideal diode. ماشي، يعني كل اللي أنا عملته إيه دلوقتي؟ لو أنا هشتغل براكتيكال، إني شلت الديود وحطيت مكانه ideal diode ومعاه بطارية مقدارها 7/10 عاملة له ريفرس بايس، وأعمل أناليسيز عادي بقى. طيب نبتدي نعمل أناليسيز، برضه هنشتغل في البوزيتيف هاف. أهو. في البوزيتيف هاف يعني جاي لي هنا بوزيتيف. عايز يخلي الضيود اون، بس خلي بالك هنا في حاجه جديده بقى، في بطاريه ظهرت هنا عامله للضيود ده ريفرس بايس. يبقى في الحاله دي هقول بقى لما الفي انبوت لسه اصغر من 7/10 معناها ان تاثير 7/10 دي هيبقى اعلى على الضيود، يعني الضيود هيبقى ريفرس، يعني الضيود اوف. ويبقى في الحاله دي بما انه اوف يبقى الايكويفالنت سيركت هتبقى اوف. خلاص حتى لو البطاريه دي موجوده مش هتفرق معانا اهي في الاناليسز، يعني لان الفي اوت في الحاله دي هو الجهد اللي على المقاومه والتيار بصفر، فاذا الفي اوت هيساوي ايه؟ هيساوي صفر.
ده لما الفي انبوت اصغر من 7 من 10 في البوزيتيف هاف. طيب الحته التانية بقى ايه؟ لما الفي انبوت يبقى اكبر من 7 من 10، لما يبقى اكبر من 7 من 10 يبقى الجهد اللي على هنا على الطرف ده اكبر من 7 من 10 عايزه يبقى فورورد، وفي هنا 7 من 10 عايزه يبقى ريفرس. مين اللي يكسب؟ يكسب ده. يبقى في الحاله دي الديود هيبقى اون، الديود هيبقى اون. لما الديود هيبقى اون فالايكوفالنت سيركت بتاعتي هتبقى عامله ازاي؟ اهي هنشيل الديود ونحط تشير سيركت والبطاريه معانا زي ما هي، وادا الفي انبوت وادا الفي اوت، وطبق كيرشوف عشان تجيب الفي اوت. يبقى ناقص في انبوت زائد 7 من 10 زائد في اوت هيساوي 0. يبقى الفي اوت هيساوي في انبوت ناقص 7 من 10. روح لكده هنا، في اوت بيساوي في اوت بيساوي في انبوت ناقص 7 من 10. نفس المعادله دي احنا هنا استنتجناها. تمام. طب انا عايز ارسم الكلام ده. لا سهله خالص، اهي هذا شكل الفي انبوت. النقطه الحديه بتاعتي هي ان الفي انبوت اكبر او اقل من 7 من 10 في البوزيتيف هاف. خلي بالك كل ده في البوزيتيف هاف، هنا في الحته دي لسه ما اتكلمناش عن نيجاتيف، عن نيجاتيف هاف. ففي البوزيتيف هاف مش الفي انبوت اكبر من 0، لا ده اكبر من 7 من 10 اصغر من 7 من 10. يبقى لازم يكون عندي هنا خط قيمته 7 من 10، ويبقى الحته دي اللي لسه فيها الفي انبوت اصغر من 7 من 10 اللي هي كزمن هي المنطقه دي، والمنطقه دي في الزمن ده حاجة اللي هي الحالة دي. ولما الفي انبوت أكبر من 7 من 10 اللي هو في الزمن ده أهو، في الحالة دي الفي أوت هيساوي حاجة تانية، قيمة تانية. تمام. يبقى لما نيجي نرسم بقى شكل الفي أوت هنقول إيه؟ في المنطقة اللي فيها الفي انبوت أصغر من 7 من 10 الفي أوت كان بيساوي 0، يبقى هنا دي بصفر وهنا دي بصفر. طيب لما الفي انبوت اكبر من 7 من 10 يعني في المنطقة الزمنية دي الفي انبوت بدأ يزيد عن 7 من 10، اهو بدأ يزيد عن 7 من 10، ايه اللي هيحصل؟ الفي اوت هيساوي في انبوت ناقص 7 من 10. طيب ناخدها بقى، عندي في 3 نقاط رئيسية، دي نقطة وده نقطة وده نقطة. القيمة دي بتساوي كام في الفي انبوت؟ بتساوي 7 من 10، اطرح منها 7 من 10 صفر، يبقى دي هتنزل هنا تبقى صفر. طيب دي كام؟ دي اسمها في بيك بتاع الانبوت، هتنزل بمقدار 7 من 10، فهتنزل هنا كده تقريبا اللي هي في بيك انبوت ناقص 7 من 10. طب والنقطة التالتة دي هتبقى صفر، يعني هتنزل هنا. يبقى كأن القبة دي كلها على بعضها كده نزلت تحت بمقدار كام؟ حصل لها شيفت بمقدار 7 من 10. نفس الرسمة دي بالظبط اللي احنا كنا رسمناها اهي، دي اهي الفي بيك ناقص 7 من 10، ودي الحتة اللي هي بتساوي صفر، ودي الحتة اللي بتساوي صفر في البوزيتيف هاف، كل ده في البوزيتيف هاف. ادي الصفر وادي الصفر وادي الحتة دي اللي نزلت بمقدار كذا، وادي القبة دي اللي هي قلنا عليها اللي هي فوق دي. تمام. طيب نشوف بقى في النيجاتيف هاف الدنيا اخبارها ايه. في النيجاتيف هاف، في النيجاتيف هاف جاي لك ادي الدايرة بتاعتك اهي، يعني جاي لك من هنا، جاي لك من هنا سالب، وفي هنا اصلا 7 من 10 المفروض عاملة سالب، فخلاص يبقى كده كده الديود ريفيرس. فطالما الديود ريفيرس يبقى تشيله وتحط مكانه اوبن سيركت. خلي بالك اصلا كونك تشيل الديود وتحط مكانه ديود ومعاه 7 من 10 ده في الفورورد، لكن في الريفيرس لو هو ريفيرس مفيش حاجة اسمها بطارية 7 من 10 بقى. هيبقى الموديل انك تشيل الديود اللي هي الدايرة الأصلية بقى، هتشيل الديود في الدايرة الأصلية دي تحط مكانه ايه؟ اوبن سيركت على طول. يعني الريبليسمنت بتاع الدايود بايديال دايود ومعاه 7 من 10 دي في حالة ايه؟ في حالة لما كان الفي انبوت هنا تندس بيحاول يخليه فورورد، يعني في النص ده.
لكن لو كان الفي انبوت في نص السالب يعني هنا معناها ان هو اصلا ريفيرس، فالموديل هيختلف. تمام تمام يبقى اذا في النيجاتيف هاف هيبقى الضيود بتاعي ريفيرس اوف الايكويفالنت سيركت، هتبقى عباره عن في انبوت وده هيبقى اوف، وهنا هيبقى ايه؟ هيبقى الفي اوت، وادا الفي ضايد بتاعنا. تمام تمام. في الحاله دي الفي اوت هيساوي صفر. خلاص ناخد بقى الباشا ده كده ونكمله في المنطقه دي كلها بصفر. ماشي. الضيود ريفيرس يبقى في هنا بارامتر اقدر ادور عليه اللي اسمه البيك انفرس فولتج. البيك انفرس فولتج دي بندور عليها امتى؟ لما الضيود ريفيرس، في منطقه الضيود فيها ريفيرس. خلي بالك في الحته الصغيره دي الفي اوت بصفر بس الضيود مش ريفيرس، هو فورورد بس لسه ما عملش اون. بص معايا كده على الكاركترستيك كانت عامله كده كده. ففي فرق بان انا بدرس الضيود في الحته دي هو فورورد بس لسه ما عملش اون، او بدرسه في الحته دي. في النيجاتيف هاف لما الانبوت نيجاتيف انا بدرسه في الحته دي، انما في الحته الصغيره ده ده انا بدرسه فين؟ قبل ما يعمل اون، اللي هي قبل السبعه من عشره في الحته دي. فخلي بالك عشان ايه ما تتلخبطش بين الحالتين. فانا لما بشوف البيك انفرس فولتج فانا بشوفه هنا في النص ده لما كان الفي انبوت اصلا سالب. طيب عايز اشوف بقى ايه الفي انبوت في الحاله دي، قصدي البيك انفرس فولتج هيساوي كام؟ زي ما عملناها في الايديال، عملنا اناليسيس وطلعنا الفي دايد، رسمنا الفي دايد وشفنا ومنه طلعنا البيك انفرس فولتج. في الحاله دي لو جيت تعمل برضو بكيرشوف التار هنا بيساوي صفر، يبقى الفي دايد برضو هيساوي الفي انبوت. يعني لو جيت ترسم الفي دايود في النص السالب اهو، في النص السالب ده انا اللي هركز عليه الحته دي عشان ما نصعبهاش يعني، وعايز ارسم الفي دايود في الحته دي، فانا اقول ان الفي دايود بيساوي في انبوت، وهذا الفي انبوت اهو الاسود ده، فانا هقوم رسمه بالمنظر ده كده اهو، نفس الفي انبوت بالظبط، وهيبقى دي قيمتها هي قيمه الفي بي انبوت. يبقى البيك انفرس فولتج في الحاله دي هيساوي ايه؟ اللي هو اقصى جهد على الدايود عامل له ريفيرس، اللي هو البيك انفرس فولتج هيساوي الفي بيك، الفي بيك للانبوت. خلاص كده؟ تمام. هي دي الطريقه اللي المفروض انا اشتغل بيها. يعني دي الطريقه اللي انا المفروض اشتغل بيها بالطريقه دي كده بالظبط، اعمل اناليسز واطلع بدون بقى ما اقعد اوجع دماغي في قوانين واحفظ ولا اي حاجه. طبعا القوانين اللي بتطلع في الاخر لما تيجي انت بقى تشوف البيك انفرس فولتج هيساوي ايه، بيساوي الفي بيك انبوت. طب والفي انبوت بيساوي ايه؟ اهو الفي انبوت بيساوي في اوت زائد 7 من 10 اهي، اللي هي العلاقات اللي احنا كنا جبناها هناك، نرجع لها تاني اهي. الفي بي اوت بيساوي في بي انبوت ناقص 7 من 10 اهي. الفي بي اوت اللي هي حاله خاصه من دي بيساوي في بي انبوت ناقص 7 من 10، معناها ان الفي بي انبوت بيساوي في بي اوت زائد 7 من 10 اهي. طب البيك انفرس فولتج بيساوي ايه؟ بيساوي في بي انبوت اللي هي مين؟ اللي هي في بي اوت زائد 7 من 10، اللي هي في بي اوت زائد 7 من 10، هو نفس القانون ده. البيك انفرس فولتج بدلاله الفي بي اوت بيساوي في بي اوت زائد 7 من 10 تمام؟ او هو بيساوي في الواقع الفي بي انبوت على طول من الاناليسيس بتاعنا اللي هو الفي بيك ده بتاع الانبوت، لان هو بيساوي في دايود بيساوي في انبوت. يبقى اقصى جهد على الدايود في حاله الريفيرس ده شكل المنحنى بتاع الفي دايود في حاله الريفيرس اهو، ويبقى اقصى جهد عليه اللي هو كماجنتيود يعني هو الفي بيك بتاع الانبوت. يبقى البيك انفرس فولتج هو كقيمه بيساوي في بيك انبوت اللي هو من المعادله دي هيطلع في بي اوت زائد 7 من 10. نفس الآلية دي بالظبط، يعني مش هثقل عليكم أكتر من كده،
خلاص يبقى نفس الآلية دي حضرتك لو عايز تعملها اكسرسايز ليك حضرتك روح بقى اعملها في الفول ويف سواء السنتر ستابد او البريتش. يظل عندنا حتة صغيرة اللي هي ايه بقى، اللي هي موضوع الريبل. انا هعمله ازاي؟ نفس الكلام بالظبط، انت عندك اداة شكل الفي اوت، هنفترض مثلا ناخد الحالة دي مثلا اللي هي الايديال مثلا، ناخد الحالة الايديال بتاعت الفي اوت اهي دي، دي شكل الفي اوت، ناخدها ونشتغل عليها عشان اشوف الريبل اخبارها ايه يعني. ماشي تمام، هذا شكل الفي اوت تمام، رسمنا هذا الفي اوت اهو، وده الفي بيك بتاع الاوت ايا كان بقى، هو في بيك انبوت ناقص 7 ولا ساعه 7 ايا كان مش هتفرق، وقلنا ان هو بيشحن في الحته دي وبعدين يبتدي يفرغ في الحته دي اهو تمام. تمام، انا يهمني دايره التفريغ اللي هي مكثف ومعاه مقاومه اهي، وبيبتدي يفرغ، وده الار وده السي، وقلنا في الحاله دي ان الفي في الحاله دي اللي هو الفي سي اللي انا بدور عليه اللي هي المعادله بتاع الكيرف ده هتساوي النقطه الماكسيمم دي اللي هي في بيك اوت، او خليها بقى ايه بلاش في بي اوت عشان ما نتلخبطش، ده الاوت بتاع الريكتيفايد سيجنال، يعني ده الفي بي ريكتيفايد اللي هي المرحله اللي قبل كده، يبقى في بي ريكتيفايد ماشي اي اس ناقص تي على ار سي، دي معادله التفريغ. معادله التفريغ بتبقى عامله كده اللي هي كده، حيث ده اللي هي الماكسيمم فاليو، وبعدين بينزل بقى ماشي كده لغايه في الملانهايه يروح عند الصفر، فهي عباره عن في بيك اللي هو القيمه اللي بادئ من عندها اللي هي دي اللي هي في بيك ريكتيفايد اي اس ناقص تي على ار سي. تمام تمام، انا عندي دلوقتي بدرس الدايره بتاعتي ما بين النقطتين دول، خلي بالك ده هاف ويف دلوقتي ما بين النقطتين دول دي ودي، هذا نقطه واحد مثلا اهي، وهذا نقطه اتنين. عند نقطه واحد، عند نقطه واحد عشان نفهم بس جت ازاي، الفي سي هو في بي ريكتيفايد لان التي بصفر، عوض عن التي هنا بصفر يطلع الاي الصفر بواحد، يبقى في بي ريكتيفايد. طيب ات بوينت 2 الفي سي هيساوي كام؟ واقعيا لو بصيت على الزمن ده من القمه دي للقمه دي هي زمن دوره كامله تي، الحته دي الصغيره دي بما ان الريبلز دي تبقى صغيره قوي فواقعيا الحته دي كزمن صغيره جدا، يعني انا دلوقتي مكبرها بس عشان تبان، لكن هي بالملي فولت، ففعليا دي بتبقى صغيره جدا بالنسبه للزمن يعني المطلوب بتاعك. فانا اقدر اقول ان تقريبا عند اللحظه دي اللي عند اللحظه 2 كانت الزمن بيساوي تي، يبقى في بي ريكتيفاير اي اس ناقص تي اللي هي البيريود على ار سي. في عندنا في الرياضيات حاجة بسيطة أوي بتقول لك إيه؟ بتقول لك إي أس ناقص إكس، لو الإكس دي صغيرة أصغر من الواحد يعني أصغر من واحد بشوية، تقدر إن أنت تقربها إن هي عبارة عن واحد ناقص إكس، لأن هي واحد ناقص إكس لو عملتها بولونوميال يعني هيبقى إكس واللي بعده إكس تربيع إكس تكعيب، فالكلام ده كله هيبقى تقريبا مهمل، وتقدر تقربها إنها بس واحد ناقص إكس. يبقى إي أس ناقص تي على أر سي هتساوي واحد ناقص تي على أر سي. طب التي ده اللي هو مقلوب الفريكونسي، يعني الكلام ده هيساوي واحد ناقص واحد على اف ار سي. تمام؟ ده اللي هو مين؟ اي اس ناقص تي على ار سي. يبقى كان الفي سي عند النقطة الثانية بيساوي الفي بيك ريكتيفايرد في واحد ناقص
واحد على اف ار سي، حيث الاف هي الفريكوانسي بتاع الاشاره بتاعتنا دي. جميل، ده اللي هو في 2 عند نقطه 2. طب الفي بيك، الفي ريبل بيك تو بيك عباره عن ايه؟ عباره عن جهد النقطه 1 ناقص جهد النقطه 2 اللي هي المسافه دي، يعني هتساوي في 1 ناقص في 2. دي اللي هي هتساوي في بيك ريكتيفايد ناقص في بيك ريكتيفايد 1 ناقص 1 على اف ار سي. دي هتروح اللي هي الواحد دي ما تروح مع دي، اتفضل هنا 1 على اف ار سي. خلاص ده اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفي ريبل بيك تو بيك اللي احنا كنا مش عارفين هي جايه منين. تمام، يبقى اذا ده القانون بتاع الفي ريبل بيك تو بيك 1 على اف ار سي. طبعا لو احنا بنتكلم بقى نفس الاشاره دي بالظبط للفول ويف اهي، فهو هيبدا من هنا ويوقف هنا، يبقى هي نفس الموضوع بالظبط. بس خلي بالك دي مش تي، ده دي تي على 2، الفريكوانسي بتاع الانبوت على 2، لان المفروض الدوره الكامله المفروض انها تكمل هنا كده هنا كده، فالمفروض دي على 2، عشان كده بنقول الفريكوانسي هيبقى الضعف. يبقى الفريكوانسي في الحاله الثانيه بتاعه الفول ويف هيبقى ضعف الفريكوانسي في الحاله دي اللي هو ضعف الفريكوانسي بتاع الانبوت يعني. تمام، بس فهو نفس القانون تستخدمه هو هو بالظبط، والفريكوانسي دي يعني اللي انت هتعوض عليها لو كان الانبوت ب 60 هتستخدمه في الهاف ويف برضه 60، وفي الفول ويف هتستخدم 120 سواء سنتر تاب ده او كده، لان انت عندك كده الفريكوانسي الضعف بقى بيكرر نفسه كل نص دوره، مش دوره كامله لا، كل نص دوره بيكرر نفسه، فكده الفريكوانسي كانه الضعف، ويبقى ده هو الفي ريبل اللي هو 1 على اف ار سي. طيب عايز بقى تجيب الدي سي فاليو زي ما شرحناها المره اللي فاتت، خلاص واضحه، فهيبقى عندك اهي، يبقى كان عندك دلوقتي الاشاره عامله كده وبعدين كده، لحظه كده لان ما جاتش مظبوطه. اهي وبعدين كده اهي، النقطه دي اللي هي ايه؟ اللي هي في بيك ريكتيفايد، وهنا دي كده اللي هي في بيك في ريبل بيك تو بيك. فلو انت خدت واحده في النص كده عشان تمثل اللي هو قيمه الفي دي سي، هو ده الفي دي سي. يبقى الفي دي سي هيساوي ايه؟ زي ما قلنا عباره عن الفي بي ريكتيفايد ناقص اللي هي البيك تو بيك فاليو دي على 2 اللي هي في ريبل بيك تو بيك على 2 اللي هي هتساوي في بيك ريكتيفايد ناقص في بيك ريكتيفايد على 2 ار اف سي اللي هي 1 ناقص 1 على 2 ار اف سي في الفي بيك ريكتيفايد. خلاص يبقى كده تمام، وفهمنا ونقدر بقى نطبق كل الكلام ده على جميع انواع ال ال الريكتفايرز يعني. هننهي بقى اللقاء بتاعنا النهارده بسؤال بقى كده كامل متكامل بالارقام عشان الناس اللي عايزه تفهم احنا بنحل الكلام ده ازاي مع بعض كده. خلي بالك معايا بقى كده بسرعة، هنفترض ان انا عندي ترانسفورمر اهو، دي بقى مسألة كاملة يعني ترانسفورمر، الجهد اللي داخل عليه 120 فولت، طبعا 120 يعني ار ام اس عشان بس ما تنساش، وبعدين ده البرايمري
هنا السكندري وداخل على بريدج، اهي هذا البريدج وهذا الفي اوت على الار لوت. تمام. يقول لك ايه؟ يقول لك اسيومنج ان ده براكتيكال دايت، ارسم اول حاجه، ارسم رو الاوتبوت ويف فور واحسب لي البيك انفيرس فولتج، اللي هي الحاجتين اللي احنا قلنا عليه. تعمل ايه؟ بسيطة جدا، هتروح مباشرة على القانون بتاعتنا، بس خلي بالك بقى ايه، لازم يبقى في هنا تيرنز ريشيو عشان تقدر تطلع الجهد هنا، فالتيرنز ريشيو مثلا سي 10 إلى 1. يبقى في الحالة دي على طول نحط القانونين بتوعنا اهم. فين البريدج؟ هذا البريدج، الفي بي اوت اهو، في بي اوت هيساوي في بي انبوت ناقص 1.4، والبيك انفيرس فولتج بيساوي في بي اوت كام؟ زائد 7/10. تمام. عندنا دلوقتي ال 120 لين، يبقى نقول بقى الفي بيك سكندري سوري برايمري البرايمري هيساوي 120 في جذر 2 اللي هي هتساوي تقريبا 17 كام؟ 170 فولت. تمام. بعد كده هنقول ال VB secondary هتساوي turned ratio 1/10، يعني نقسم الكلام ده على 10، يبقى 170 على 10 اللي هي 17 فولت. دي اللي هي ال VB secondary اللي هي في القوانين بتاعتنا هي مين؟ ال VB input. يبقى إذا ال VB output هيساوي 17 ناقص 1.4 اللي هي تساوي 15.6 فولت. تمام. عايز ترسم شكل الاوتبوت، خلاص احنا عارفين شكل الاوتبوت اهو، على طول هترسم ال V input وعندنا الحتة دي اللي هي 1.4 اهي، ولتكن هنا مثلا اهي 1.4، وهنا برضو عشان نقدر نجيب النقاط دي، نسقط النقاط دي هنا، لان دي النقاط اللي تهمنا اهي، ودي نهاية الموجة اهي. نرسم بقى، احنا قلنا انها الاوت بتاعنا في بي اوت بيساوي في بي انبوت ناقص 1.4، معناها ايه؟ النقطة دي قيمتها كام؟ 1.4، يبقى تنزل تبقى صفر، يبقى هنا تبقى ايه؟ اهي يبقى النقطة دي قيمتها تنزل تبقى صفر اهي. النقطة دي اللي هي عبارة عن في بيك انبوت هتنزل مقدار 1.4، يعني هتبقى هنا مثلا اهي، دي اللي هي الفي بيك انبوت ناقص 1.4، النقطة دي هتنزل صفر، يبقى كأن القبة دي كلها هتبقى هتيجي هنا كده اهي، وهنا بصفر وهنا بصفر.
في الناحية التانية نفس الكلام برضو، هتبقى دي بصفر، والقبة دي هتتقلب الناحية التانية، هتبقى ايه؟ هتبقى عاملة كده. يبقى ده شكل الايه؟ الـ V out. يبقى اذا ده الـ V out اللي هو عبارة عن V peak input ناقص 1.4. تمام. عايز اجيب الـ peak inverse voltage. الـ peak inverse voltage اهو بيساوي VB out زائد 0.7. يبقى الـ peak inverse voltage هيساوي VB out. في بيك اوت طلعناه بكام؟ هذا الفي بيك اوت ب15.6، يبقى 15.6 زائد 0.7 اللي هي هتساوي 16.3 فولت. هذا البيك انفيرس فولتج. طيب هيكمل ويقول لك ايه؟ هنفترض في بقية المثال، يقول لك هنفترض ان احنا حطينا كباستر اهو، وادالك قيمة الكباستر ده سي 1000 مايكروفاراد، واداك قيمة الار لود ب220 اوم، وبيقول لك احسب الفي ريبل او الريبل فاكتور وخلاص. يعني متى مش هيقول لا احسب الريبل فاكتور وخلاص، يبقى انت محتاج تحسب الفي ريبل بيك تو بيك، ومحتاج تحسب الفي دي سي بنفس القانون اللي عملناه قبل كده. فهنقول ايه بقى في الحاله دي؟ القانون بتاعنا بيقول ان الفي ريبل بيك تو بيك بيساوي في بي ريكتيفايد على اف R C، ده اللي هي الـ variable peak to peak. ده اللي هو هيساوي كام؟ الـ V be rectified اللي هو V output اللي احنا جبناه من شوية، فين هو؟ اهو 15.6، يبقى ده هيساوي 15.6 على فريكوانسي. فريكوانسي هنا بكام؟ هو 60 هرتز، يعني 120 هرتز، في المقاومة اللي هي قلنا 220 اوم، في 1000 مايكروفاراد، يعني 1000 × 10^6 هيساوي الكلام ده لو حسبته بقى الحاسبة هيساوي 0.591 فولت. دي اللي هي ايه؟ الفيريبل بيك تو بيك. طيب عايز احسب ال في دي سي هيساوي ايه؟ هيساوي 1 ناقص 1/2 اف ار سي في في بي ريكتيفايد، اللي هي هتساوي 1 ناقص 1/2 × 2 × 120 × 220 × 1000 × 10^6. يبقى الكلام ده هيتضرب كمان في 15.6، يبقى الكلام ده هيساوي 15.3. يبقى الريبل فاكتور، عايز بقى تحسب الريبل فاكتور، الار هيساوي في ريبل بيك تو بيك على الفي دي سي اللي هتساوي 0.591 × 15.3، دي اللي هي هتساوي 0.039. طبعا كل ما الريبل فاكتور ده يبقى صغير كل ما يبقى احسن. ده اللي هي هتساوي لو خدناها كنسبة مئوية، يعني هتساوي 3.9%. يبقى نسبة الريبل بالنسبة للدي سي فولتج 3.9%، يعني معقول. طبعا لو الار كبيرة شوية تفرق، لو برضو السي كبرت شوية ممكن تفرق. احنا قلنا تيبيكالي قبل كده ان المكثف
في الدوائر التعبانة قوي بيبقى 470 مايكرو، احسن شوية بيبقى 1000 مايكرو، في اللي هي الحاجات المحترمة بيبقى 4700 مايكرو. يعني ممكن توصل للرقم ده طبعا، 4700 مايكرو ده يعني هنزل لك النسبة دي جدا، يعني هيبقى الريبلز تقريبا تكاد تكون اختفت. فزي ما احنا شايفين دي مسألة هيتحلت بالأرقام، يعني فيري سيمبل، بالتعويض المباشر في القوانين. ونبقى كده وصلنا لنهاية الجزء ده، وموفقين إن شاء الله. السلام عليكم.